السلام عليكم وبيانوني سور ما شين. اليوم جيتكم بهاد لا ريسيت تاع لي ميني بيتزا، وهادو ما تاني لي صالي على بالي هاو قريب رمضان بوغ اكونبانيي هاديك لا سوب تاعنا ولا الحريره ولا الشوربه، نحوسو على دي صالي. الوغ نبدا بسم الله. جي بلوش هادوك لي طوماط تاعي، انا دي دو طوماط موين، ماشي كبار ماشي صغار. بعد ما نقشرهم راح نقطعهم ونميكسيهم باش هاداك نزرب شويه في الخدمه تاعي. فوالا، دوكا نزيد لهم ان فيلي دويل دوليف اللي هي زيت الزيتون، لا طوماط كونسونطري، طماطم مصبره، زعتر. الزعتر يمد واحد البنه هايله، واذا عندكم الثوم ديروها. انا حنستعمل لايون بودغ اللي هي الثوم ملحيه، تمد تاني البنه هايله. وبلا ما نساو لا بانسيت سال، ما حبيتش نديرها بزاف ملحه باسكو ديجا هذيك لا طوماط كونسونطري تاعي ديجا لي سالي. Pour la cuisson, ça m'a pris 15 minutes. Dès le temps de la 15 دقيقه قسمه طيبت هذيك الطوماطيش تاعي اللي كانت خضراء. هذا ما كان. دوكا دون سي ريسيبيون نحط 300 غرام دو فارين، 5 غرام دو لوفر شيميك اللي هي 5 غرامات خميره كيميائيه مع 300 غرام فارينه، لويل دوليف، زيت زيتون اونفيرون 3 كويير ا سوب، حوالي 3 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، une demi cuillère de levure boulangère اللي هي نص مغرفه كبيره تاع خميره خبز، اون بانسي تاع سال درتها في لي كوتي ما حبش نديرها في الوسط، بيان سور ستاني لو سكر اي لو فينيغر جوست انفيرون اون بيتيت كويير دو فينيغر اللي هي مغرفه صغيره تاع خل، شويه ماشي بزاف. لو فينيغر راح ياكتيفي هذيك الخميره تاعنا وطلع لنا بالخف، ميم لا بات تاعكم تجيكم خفيفه. ومع هذه زدت 160 ملل دو لي. هنايا لو لي تو ديبون لا فارين تاعكم، كاين لا فارين تشرب بالخف وكاين اللي ما تشربش بزاف. بالك نتوما وجدوا 160، اذا ما شربت لكمش تقدروا تزيدوا تاني طلعوها 170. لو طون دو ريبو سا ما بري 1 اور، خليت ساعه تريح هذيك العجينه تاعي باش نقدر نستخدمها ونقدر نحل بها. دوكا دون ان ريسيبيون حطيت ان في دويل دوليف اللي هي زيت الزيتون. تحبوا ديروا الويل فيجيتال ديروا نيمبورت كال ويل فيجيتال عندكم، اللي هي ميم اذا استعملتوا زيت عادي تقدروا تستخدموها. وست معاها اون كبيير تاع لا مارغارين. دوكا حنعجن هذيك لاباط تاعي ونوزنها تاني. الوغ جاتني انايا بريسك 500 غرام دو بات، راح نقسمها على زوج، نص نديرها بيتزا ونص نديرها دي سالي. وقبل ما نكمل في الرسات حبيت نقولكم ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقوكم لي فيديو ينحطهم لكم، باسكو جي رماركي كاين بزاف لي مامش ماكتيفيين لي نوتيفيكاسيون مالوغوزمون وراهم مابونين. الوغ نيزيتي سورتو با فوز ابوني على لاشين و اكتيفي لا كلوش دي نوتيفيكاسيون بو ريسيفوار لي بروشين فيديو. دوكا حنبدا بهادوك لي سالي تاعي نحلهم. الوغ نسيي نحل لاباط تاعي تخي فين، لاباط تاعي نحلها رقيقه باش هكذاك نزيد لها هذيك الزبده، نزيد نحلها شغل كيما مسمن هذاك لو ميلونج بين لا مارغارين والزيت. دوكا بعد ما نديرها في لي دو كوتي من الفوق ومن تحت راح نزيد نحلها شويه ونرققها، نسي نجبد هذيك لاباط تاعي، جات تري ايلاستيك ومام كي تحل تولي تزلق تحل فاسيلمون. فوالا شوفوا كيفاش جات. اون بلوس تنعيدات هادوك لي بول كي تكون العجينه معجونه مليح ديكم هادوك لي بول. دوكا حنزيد انايا الثوم. الوغ هنايا جي ميلونجي الثوم مع هاديك لاصوص طوماط اللي كانت عندي، ما حبيتش ندير بزاف لاصوص طوماط باش ما تجينيش العجينه تاعي مشمخه. وزدت ثاني شيدار، اذا عندكم لو طون طوماط سي با لا بان تخلطوه مع لاصوص طوماط باسكو ديجا الطون تاعكم راهو ديجا فيه لا طوماط. راح دوكا ندورها ونديرها سو فورم ديسكارغو. اي بيان سور جو لاس ريبوزي لا بات انفيرون 20 مينوت افون لا كويسون. العجينه تاعي نخليها تريح حوالي 20 دقيقه قبل ما نطيبها. بيان سور دون زان فور بريشوفي، الفور تاعنا يكون شعل مقبل كي نطيبو فيه. دوكا نكمل هاديه ونروح نتاكي هادوك لي ميني بيتزا تاعي. لا فورم هادي كون شفتها بزاف عند لي انستغرام استور كي يديروا بزاف هاد لو جور دو ريسيت. اون بلوس تاني يجو بزاف بنان، ميم سا شونج تاني من هادوك لي ريسيت تاعنا كلاسيك، نروحو نوعو شويه ونبدلو سورتو في رمضان نحبو حاجه تجدد. دوكا ندير هادوك لي ميني بيتزا تاعي، سي تري فاسيل، نجيب هداك لو مول تاعي نطبع هاديك العجينه تاعي وخلاص.
وبيان سور قبل ما نطيبهم نخليهم يريحوا اونفيرون 20 مينوت كيما هذوك لي سالي تاعي. ومن بعد نروح نعبسهم بيدي باش ندير لاصوص طوماط. وعلاش راني نبلاطي فيهم؟ باش هكذاك نزيد نكبرهم وما يكونوش بزاف منفخين، يجوني منفخين غير في لي كوتي، ومن في الوسط يكونوا شويه رقاق. ومام لاصوص طوماط تاعي كي نديرها راح تقعد غير في الوسط ما تدفقليش. اذا عندكم لي زولي فيرت ديروهم، مام لي زولي نوار تاني سا مارش مع هادو لي ميني بيتزا. كوم غارنيتور دلت هنايا الطون، تحبوا ديو لو بولي، تحبوا ديو لا فيون داشي كيما تحبوا نتوما، تحبوا ديو لا فيرسيون فيجي، سا ديبون توما لو غو تاعكم. ودرت تاني الفرماج، درت ان فرماج او فين زارب، ودرت تاني لو شيدار راح نطيبهم معاها. لو طون دو كويسون سا ما بري 20 مينوت تاع هاد لا بيتزا، سينو تاع لي سالي سا ما بري 25 مينوت خليتهم يطيبوا مليح. اي لا تمبيراتور دو كويسون ا 220 دوغري، طيبتهم على 220 درجة. بالنسبة لي سالي داو لي 25 دقيقة، لا ميني بيتزا دات لي 20 دقيقة. بعد ما خرجتهم درت لهم ان فيد ويل دوليف باش يمد هذاك لو فيني بريون. لحقنا لا فين تاع لا غاسيت تاعنا. لو حبيت نقولكم تهلاو في صحتكم، تهلاو في روحكم. نيزيتي سورتو با فوز ابوني على لاشين، ما تنساوش الاشتراك في القناة، اي سورتو بارطاجي لا فيديو، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وشاركوها في المجموعات بين اصدقاء. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام، يا لا بروشين.